لم يفعلوا شيئا، لكنهم قتلوا بدم بارد. ميليشيا تستبيح الدم العراقي وتفتح الأبواب مجددا أمام فرق الموت تحت غطاء حكومي، وتقتل 9 أفراد من بينهم نساء من قرية واحدة في ديالا لتأجيج فتنة طائفية وزرع الرعب بين الأهالي وتهجيرهم والسيطرة على ممتلكاتهم وأراضيهم بهدف تغيير ديموغرافية المحافظة. عبثا يحاول الإعلام الحكومي منح جريمة مجزرة التشيايلا الطابع العشائري في محاولة لتزييف الوقائع، كما حصل مع سابقاتها ضد المدنيين كمجزرة جبلة ومجزرة رعاة الإبل في نينوى وجرائم تصفية الناشطين، إلا أن الحقيقة لا يمكنها أن تغطى بغربال. فبعد ما هذا لن نذب باللوم على البوبالي ولا نذب على كذا الناس، هسه ما يرضون على هذا الحكي كله. مصادر أكدت عدم وجود نزاع عشائري في المنطقة، وشهادات موثقة لأهالي القرية المنكوبة تشير بأصابع الاتهام لميليشيا الحشد المسيطرة على محافظة ديالا بالتواطؤ مع الجيش الحكومي الموجود بالقرب من مكان الحادث ضمن مسلسل الجرائم الطائفية في ديالا التي شهدت مؤخرا جرائم مماثلة تمثلت في إحراق المساجد وتهجير السكان، كما حصل مع أبناء قرية نهر الإمام. تواطؤ يدلل عليه انسحاب القوات الحكومية من المنطقة في تخادم واضح بين تلك القوات والميليشيات عند كل مجزرة لتهيئة الأجواء أمام الرأي العام لتسويق المبررات فيما بعد، قبل أن يبادر مخرجو هذا السيناريو المفضوح في كل مرة إلى تشكيل اللجان التحقيقية لطمس وقائع الجريمة دون أن يتمخض عنها ما يشفي غليل ذوي الضحايا لإنصاف المغدورين في ظل قضاء متهم بالتواطؤ مع الميليشيات. تلك الميليشيات التي لا تعرف إلا طريق الطائفية ولغة الموت والدماء في سعيها المحموم لتفتيت وتمزيق النسيج الاجتماعي في العراق وإحكام سيطرتها على البلاد عبر بوابة التغيير الديموغرافي.